أعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. أن تدعو مع الله إما صنم أو مخلوق أو غيره، أو عابد أو حجر أو شجر أو بقر أو غيره من المخلوقات. والله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما يميز الشرك عن غيره من المعاصي الأخرى؟ ماذا يميز الشرك عن المعاصي الأخرى؟ نعم، أولا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا أول شيء. يعني جميع المعاصي، كل المعاصي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا نهتم به بالتوحيد؟ لماذا نقول التوحيد التوحيد التوحيد؟ لماذا نقول؟ لأن أول أمر أن من يقع في الشرك ويموت على الشرك أن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا أيضا؟ نعم يحفظ، نعم كما ذكرنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك أمر الشرك خطير جدا. ولذلك الشيخ محمد لما جاء في وقته وأكد على أمر العقيدة، لذلك ربما كثرت أو انتشرت مؤلفات الشيخ المتعلقة بالعقيدة، مع أن هناك مؤلفات للشيخ في الحديث وكذلك في الأصول وكذلك في الفقه. وأيضا الشيخ ممن تميز بالفقه وله استشهادات ونوادر من المسائل المهمة جدا، ولكن ظهرت لأن في وقته ظهر الشرك بشكل كبير وأراد أن يؤصل هذا الأمر وهو الأهم. ولذلك نقول أن أيضا المسألة الخامسة هو قول المؤلف: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. أن تدعو مع الله إما صنم أو مخلوق أو غيره، أو عابد أو حجر أو شجر أو بقر أو غيره من المخلوقات. والله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. ووضح المؤلف في هذا الباب عندما بيّن في قوله تعالى واستشهاده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جاءت الآيات المتعلقة بالتحريم بما حرم على الناس، وجاء في ذلك في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآية أيضا هذه متعلقة في هذا الباب وما يتعلق بالشرك. ثم أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الشرك جاء في أبواب كثيرة وقرن بكبائر، ومع ذلك تفرد الشرك بأنه لا يغفر لصاحبه،